مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، بنرحب بحضراتكم في لقائنا مع الفنان إيهاب بدر الدين، بطل فيلم صرخة نملة وفيلم كلمني شكرا. طبعا هيكلمنا عن يعني إن هو بقاله فترة كبيرة بعيد عن الأضواء، هيكلمنا عن حياته وطبعا نفسه إن هو يمثل مع الفنان أحمد العوضي والفنان محمد إمام. أنا برحب بيك على جريدة أهل مصر. أنا برحب بيك. طيب كلمني بقى، قول لي ان انت اول ما جيت قعدت معايا قلت لي ان انت نفسك تمثل مع احمد العوض ومحمد امام. بالظبط، هما كمان فنانين ذو احترام، سواء الاستاذ احمد العوضي او الفنان احمد حلمي، وفي ناس تانية كتير طبعا، يعني عايز اسميهم طبعا، بس هما طبعا اصدقائي وفي نفس الوقت انا اشتغل مع مصطفى ابو سريع. مصطفى ابو سريع نفسك تشتغل معاه؟ طبعا هو حبيبي وصاحبي. هو صاحبك؟ صاحبي، هو اسكندراني زيك بالظبط. طب قول لنا بقى يا فنان، يعني بالرغم من كده ان انا حابب كمان ان انا اشتغل مع الاستاذ عمرو عبد الجليل، طبعا هو صديق مقرب واستاذي طبعا، وبتعلم منه. بقالنا كتير مش بنشوفك في أعمال فنية، بقالك كتير بعيد عن الأضواء، إيه السبب؟ لا كنت مريح شوية كده، مفيش سبب معين يعني، بس قلت أخد راحة شوية، وبصرف النظر أنا المفروض إن شاء الله بإذن الله متواجد في الساحة الفنية، في إن شاء الله في فيلم ومسلسل، بس إحنا لسه في التحضير. بس لسه يعني احنا هنشوفك قريب في فيلم وفي مسلسل ان شاء الله. مع مين بقى؟ لسه مفاجأة يعني، ممكن نعرف بقى مين الفنان اللي هتبقى يعني تظهر معاه؟ على حسب بقى الادوار بقى والمسلسلات يعني. اغلب ادوارك بتكون مع الفنان عمرو عبد الجليل، يعني علاقتكم قويه. علاقتنا قويه. طب كلمنا بقى يعني عن علاقتكم بقى. يعني هو طبعا انسان جدا وجدع وصاحب صاحبه، وبيحفزني، بيديني بوشنج لأي عمل أيا كان، سواء أنا اشتغلت معاه في عمل أو اشتغلت معاه أو اشتغلت مع أي فنان، فهو بيدعمني يعني. هو اللي اكتشفك في البداية ولا كان حد تاني؟ كان واحد اسمه مامته احمد حمدي. نعلي الصوت شوية. كان في واحد يعني صاحبي يعني اتعرفت عليه، كان اسمه مامته احمد، وهو اللي كان بيرشحني، وبصرف النظر كان صاحب كمان ما كنتش عارفه، وكان صاحب راس العمر، عرفك عليه؟ فعرفني عليه واشتغلت مع الاستاذ عمر. حتى الان لسه علاقتكم مستمره ببعض؟ حتى الان العلاقه مستمره. طيب احنا شفنا ليك دور جميل في فيلم صرخه نمله، عايزين نفكر الناس بقى بالمشهد الحلو بتاع انا غريق انا غريق مفيش ميه. انا غريق مفيش ميه. طب ومشهد تاني؟ وفي اصلا في حاجة شهرتني في الفيلم ده، هي كانت هي انت لابسه ايه؟ خلص؟ طب نمثل الفيلم المشهد دلوقتي؟ كأنك بتتكلم في التليفون؟ ايه؟ لابسه ايه؟ خلص؟ طب خش جوه. دي كان من ضمن المشاهد اللي انت شاركت فيها في فيلم صرخة نملة واللي نالت اعجاب كبير من المتابعين يعني. وكمان شاركت ايه ابرز الافلام اللي حضرتك شاركت فيها؟ يعني الاعمال اللي انا شاركت فيها في مسلسل دهشة مع الدكتور يحيى الخروم والاستاذة ريشة البوزي،
المفروض بعطنا الدور، كانت هي طالعة أختي، كنت أعمل البطولة وتأدين على، كنت أول مرة أخد دور كامل تأدين على كاملة. فطبعا كان في ستريس عليا، بس طبعا تأقلمت الموضوع. وقعدت يعني فيلم كلمني شكرا برضو، وكلمني شكرا طبعا. وفي مسير رمضان مبروك ابو العربي الحموده مع محمد الغالي، هو اتعمل فيلم الرجاله، بس كان هو مسير رمضان ابو العربي. خليني بقى اقول لك، يعني هل في تواصل ما بينك وما بين فنانين؟ اكيد طبعا في تواصل فنانين، سواء غير عمرو عبد الكليم، غير الاستاذ عمرو يعني. كان في مش يعني في حاجات مين من الفنانين؟ طب انت نفسك تشتغل مع مين؟ يعني في كتير جدا يعني، الأستاذ أحمد العوضي والأستاذ ياسمين عبد العزيز. نفسك تشتغل معاهم الاثنين؟ طب لو هم سامعينك دلوقتي، يعني الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، تحب تقول لهم إيه؟ هم أحسن ناس في الدنيا، وهم يعني بصرف النظر يعني الوسط الفني، أنا موجود في الساحة الفنية إن شاء الله بإذن الله. يعني أحمد بس لسه شويه. طيب قول لي انت، اتمنى ان انا لما اشتغل معاكم في اي عمل. طيب انت كان ليك استغاثه بان انت ما عندكش مصدر دخل، وبقالك كتير ما شاركتش في افلام، ونفسك تشتغل، يعني نفسك ان يبقى ليك عدد من الافلام الكتير عشان خاطر تكون عضو في نقابه المهن التمثيليه، صح؟ بمعنى انت هل في مصدر دخل لي؟ لا في هو الفن يعني بس؟ في عندي محل جرري. ما ينفعش. نعم. اتفضل كمل. انت عضو في نقابة المهن التمثيلية؟ لسه. نفسك تبقى عضو في النقابة؟ أكيد طبعا. هل حصل تواصل ما بينك وما بين دكتور أشرف زكي؟ لا لسه. طب لو هو سمعنا دلوقتي تحب تقول له إيه؟ أنت فنان جميل جدا، وبتصرف بيك، وأتمنى أن يعني أتمنى أنا أكون عضو في النقابة، ويكون عندك يعني حسن ظن. أنت ليك عدد من الأعمال؟ ليا عدد يعني المفروض كم عمل طيب عشان؟ 8. 8 أعمال؟ يعني المفروض إن شروط ان انت تبقى عضو في نقابة المهن التمثيلية المفروض يكون معاك 5 اعمال، صح؟ اقل حاجة ولا اكتر؟ اكتر. طب عايزين بقى نشوفك في اعمال كتير الفترة اللي جاية ان شاء الله، عشان يقدر دكتور اشرف زكي يخليك عضو في النقابة. اتمنى ان شاء الله. طب قولي بقى، يعني طب انت بتصرف ازاي وعايش حياتك ازاي؟ لا عادي، زي عشان بسيط عادي. انت من اسكندرية اصلا؟ ازاي بقى، يعني احكي لنا بقى، كلمنا عن حياتك، بتصرف ازاي؟ يعني بصرف عادي في في حد بيدعمك؟
لا ما فيش حد بيدعمني، بس ممكن اخويا بيسندني يعني. اخوك بيسندك يعني؟ وانا بحاول اني برضه ممكن ان انا يعني اعتمد على نفسي. انت نفسك ان انت تعتمد على نفسك والفن هو مصدر دخلك الوحيد المفروض يعني، ما عندكش مصدر دخل تاني غير الفن. بالظبط. ولكن مشكلتك ان انت مفيش افلام كتير او مفيش حد مثلا بيطلبك في افلام. هل انت تواصلت طيب مع مخرج او منتج؟ انا تواصلت مع مخرجين كتير. طب بيقالوا لك ايه؟ لا اشتغلت معاهم يعني اعمال. لا لا، ان طلبت مثلا من مخرج او منتج ان انت عايز تشتغل، كان ردهم ايه عليك؟ لا مرحبين طبعا. مرحبين يعني؟ يعني المفروض في اعمال جايه. انت عارف في اعمال جايه طبعا. هنشوفك في رمضان اللي جاي او ولا غير رمضان؟ الله اعلم بقى، ممكن على حسب بقى. اتمنى يكون في في السيزون الرمضاني. واتمنى يعني يعني سواء افلام ايه مثلا. هل في عمل كان نفسك تشارك فيه في رمضان اللي فات؟ كان نفسي. كان نفسك تشارك في ايه؟ ايه المسلسل اللي عجبك في رمضان وكان نفسك تكون موجود فيه؟ كوبرا. مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد امام. وبتشرف بيه واتمنى تشتغل معاه. اشتغل. انت كان نفسك، كان عجبك مسلسل كوبرا؟ كوبرا والعتاولة. والعتاولة كمان. بالظبط. كان نفسك تشتغل في العتاولة؟ طب خلينا نفترض ان الفنان احمد السقا بيسمعك، تقول له ايه بقى؟ يعني شايف ايه المسلسل عجبك تحب تقول له ايه؟ اقول له انت فنان جميل جدا وذو احساس جميل وبتشرف بيك ومسلسل ممكن محققت من ده عالي بخبرتك هي. وانا بدعاك وبحبك جدا يا استاذ. والفنان طارق لطفي برضو اللي قام بدور خضر في المسلسل. طبعا طارق لطفي طبعا انسان جميل جدا. وصاحبك مصطفى ابو سريع. ومصطفى ابو سريع طبعا انسان جميل جدا وصديقي. طب تعرف تقلد المشهد بتاع الفنان مصطفى ابو سريع اللي هو المال الحلال اهو؟ تعرف تقلده؟ المال. عايزين نشوفك وانت بتقول المال. المال اهو. المال الحلال اهو. المال اهو. طيب قول لي بقى، نفسك لو في مثلا تشتغل مع مين من الفنانات؟ في كتير. زي مين؟ الفنانة منى زكي. طب اخر رسالة بقى تحب تقولها ايه لجمهورك؟ لا لا اقول احسن ظنكم ليا. انت ليك معجبين في الشارع يا استاذ؟ لما بيقابلوك في الشارع بتصوروا معاك ويعني احكي لنا كده موقف ظريف مع احد المعجبين حصل معاك. لا يعني كان في زي ما تكون في سلبيات في ايجابيات بس في الشارع المصري. بس طبعا بقى على الايجابيات اكتر. مثلا في موقف مثلا ضايقني شويه اللي هو بصرف النظر عن بصور مع كل الناس. بتتصور مع الناس في الشارع؟ ففي موقف كده حصل كنت ماسك عيني كان في واحد بيتصور مع في واحد تاني كان ده في اسكندريه. حد ضايقك يعني؟ المفروض اتمشى عليه في الشارع عادي خالص
ففجأة عايز يتصور بالعافية عايز يتصور بالعافية بالعافية ويشد تلاقي ويلا بيحبوك ما أيوة بس بيشدوش هنا وبتاع هنجدد إن أنا أتصور بس يعني بالذوق والاحترام يعني بالذوق والاحترام يعني فرد انا عملت حركه كسرت الحوت غصب عني يعني ده شعوريه ف فتنرفزت يعني اكيد الموقف ده يعني كان غصب عنك واتضايقت ان من الموقف ده منور نور الفريش كمان كان غلط عليا فبدا ديني اكتر كمان حضرتك متجوز بقى قول لي بقى هتتجوز قريب؟ يا مسح اتمنى ان انا اتجوز نفسك تتجوز اكيد طبعا وتكون بنت حلال وتخاف على عيالك كمان مش عارف وتخاف على مش عارف الفنان ايهاب بدر الدين انا بشكرك جدا على لقائك معايا على جريده اهل مصر واحنا اتشرفنا بيك ويا ريت نكون قدرنا ان احنا نوصل رسالتك من خلال موقعنا انك انت يعني فنان ليك عدد من الاعمال الفنيه شاركت فيها مع الفنان عمرو عبد الجليل ابرز الافلام واشهرهم صرخه نمله وكلمني شكرا شاركت في مسلسل الدهشه مع الفنان الكبير يحيى الفخراني عايزين نشوفك في اعمال فنيه في الفتره اللي جايه ورسالتك للوسط الفني ان انت نفسك تشارك في عدد من الاعمال الفنيه نفسك تشتغل مع الفنان محمد امام والفنان احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز وطبعا اشتغل مع استاذي وحبيبي الاستاذ عمرو عبد وطبعا يعني شغلك مع الفنان عمرو عبد الجليل وان هو دايما داعم ليك من خلال الفن بالظبط واتمنى ان انا اعمل حاجه مع يعني عمل مع تركي انت 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 يعني نفسك تشارك في اعمال في الدراما السعوديه؟ اتمنى تتمنى تشارك في الدراما السعوديه؟ يعني انت 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 عايز ايه يعني قول مثلا لو حد من الفنانين السعوديين سمعك يعني هو في طبعا ممثلين كتير جدا في الدراما السعوديه مثلا سامحه ففي حاجات انا متابعها وفي حاجات انا افضل ولكن انت متابع اكتر للاعمال المصريه بالظبط كده تمام انا بشكرك جدا وانا بشكرك شكرا